مستقبل وطن عاملين مبادرة لطيفة جدا، مبادرة بمناسبة ثورتنا العظيمة طبعا. حزب مستقبل وطن يتحرك، بيتحرك في جميع محافظات الجمهورية، هدايا للأهالي وللأطفال رايحين لهم بيوتهم وهم ماشيين في الشارع، ميكروباص بيوقفوه، حد ماشي راكب موتوسيكل، حد في البيت بيلاقي حد بيخبط عليه من القاهرة، الجيزة، اسكندرية، في سوهاج، في دمياط، شمال سيناء، الشرقية، بني سويف، جميع قنا، الوادي الجديد، جميع محافظات، عربيات زي ما حضراتكم بتشوفوا كده بتدخل البيوت بيخبطوا عليهم اتفضلوا الهدية. ثورة 30 يونيو العظيمة، ما أجمل ثورة وما أحلى ثورة، وشباب حزب مستقبل وطن لهم كل التحية، بنات وولاد بالمناسبة، يعني مجموعة من الشباب والفتيات لهم كل التحية، بنحييهم، عاملين جهد كبير جدا زي ما حضراتكم تشوفوا كده، بيجهزوا الشنط الأول في مختلف المحافظات وتبدأ تتحرك العربيات، ناس في عربيات بيدوهم، أطفال زي ما حضراتكم تشوفوا فرحانين جدا مبسوطين جدا، وكلهم يعني بيبعتوا رسائل للسيد الرئيس. هتسمعوا دلوقتي رسائل من الأسر ومن الأطفال كمان، هتلاقوا الأطفال وهم بيقدموا تحية للرئيس ويشكروا الرئيس كمان، وشكرا يا رئيس والثورة العظيمة. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين حزب مستقبل الوطن عامل ايه في مختلف الامانات على مستوى محافظات الجمهوريه، عاملين هذه الاحتفاليه الكبيره جدا وتقديم الهدايا والسلع، يعني سلع وكمان بالاضافه للهدايا، بدور يقوم به حزب مستقبل الوطن، لهم تحيه كبيره جدا بصراحه على هذا الدور وتخفيف الاعباء عن المواطنين وكاهل المواطنين في مختلف المحافظات. ما فيش محافظه ما راحوهاش، 27 محافظة هتلاقوا مستقبل وطن راحها، زي ما بتشوفوا كده الشارع اهو، بيلاقوا أسرة واقفة اتفضلوا، حد راكب توك توك اتفضل، شوية ولادنا واقفين، وعلم مصر كمان تحيا مصر، عايزين كل دول تاني بقول الثورة العظيمة وتحيا مصر. راحوا المنوفية كمان وتحية لأهالينا في تحية لأهالينا في كل مصر، عشان ما حدش يزعل لما أقول المنوفية بلاقي بتوع العيال بيقولوا ازاي ما تحييناش، أنا بحييك. اسكندرية، يا سلام على اسكندرية في 30 يونيو عملت ايه، وبكرة 30 يونيو شايفين اسكندرية تقف بقى تاكسيات اسكندرية وميكروباصات في اسكندرية، ونوزع عليهم كمان الهدايا وتحيا مصر كمان والسلع كمان، ويلا اسكندرية. اسكندرية عملت عمايل، شمال سينا واهالينا في شمال سينا لهم كل التحية، بيكلمونا على طول، كل التحية لاهالينا في شمال سينا، والله لكم كل التحية، والشيوخ المحترمين كمان الوطنيين لكم كل التحية، وأنا بشكركم جدا جدا، يعني طول الوقت كده حتى بعد حلقة توشكا لقيت عدد كبير جدا منهم بيكلمونا من مختلف المحافظات، لكم كل التحية. أهالينا في الشرقية طبعا، وما أجمل الشرقية والشرقوة وثورة 30 يونيو واللي عملوه من 11 سنة، يا نهار أبيض على الشرقية لما خرجت في 30 يونيو، ال 27 محافظة خرجوا في 30 يونيو، ولكن تاني بني سويف واللي عملوه في 30 يونيو والميدان وفي المدن وفي النجوع وفي القرى عملوا ايه؟ الثورة العظيمة كمان، وهذه الاحتفالات لكم كل التحية اهالينا في بني سويف وجميع محافظات وكل شكرا لحزب، وادي البحيرة كمان واللي عملوه كمان البحيرة، ودخلوا على أسامة سليمان محافظ البحيرة اللي عينه الإخوان، ده هو إخواني مكتب الدولي التنظيم الدولي هربان دلوقتي، دخلوا منعوه يدخل محافظة البحيرة، هو كان عينوه محافظ وكان متهم في قضية تمويل، كنت انا نشرت عليه الواد اللي اسمه اسامه سليمان ده. محافظه قنا كمان، وعملوا ايه في محافظه قنا والناس نزلت ازاي، يا نهار ابيض. ثوره يونيو يا جماعه الثوره عظيمه قوي، لما تنذكر هذه الايام لازم الاقصر، الاقصر بلدنا طبعا، الاقصر بلدنا بلد سواء، يا خبر ابيض على الاقصر وجمال الاقصر واهالينا في الاقصر كمان عملوا ايه في الثوره، والغربيه يا نهار ابيض على المحله الكبرى وطنطا والغربيه والناس بقى، والناس عمالين يبعتوا لي النهارده ايامهم وكانوا فين يوم الثوره. بكره ان شاء الله يكون عندنا وقت نقدر، يعني بكره هحاول بقدر الامكان ان شاء الله، بكره بقول لحضراتكم دلوقتي هفتح مداخلات بكره عشان تفكرونا وتذكرونا ونتذكر الايام الجميله دي مع بعض، بكره في بدايه الحلقه ان شاء الله واحنا بنحتفل، عشان عندنا احتفالات بكره على الهواء. المنيا واهالي المنيا، عروس الصعيد، عروس صعيد المنيا، وكل التحيه لاهالينا في كل محافظات مصر، مستقبل وطن يجوب المحافظات، القرى والنجوع والمدن والكفور، لتقديم هدية لأهالينا، سلع وهدايا للأطفال والأهالي بمناسبة احتفالاتنا بعيدنا وثورتنا العظيمة، أعظم ثورات التاريخ.
لم يكن هناك أي خروج في أي بلد في العالم. 33 مليون ينزلوا، يا سلام على الوادي الجديد وأهالينا في الوادي الجديد، نروح لمستقبل وطن وهذه الاحتفالية الرائعة وهذا طبعا والهدايا للأطفال والأسر. ثم فاصل وأعود لحضرتكم. بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو المجيدة، نظم حزب مستقبل وطن احتفالات في كافة محافظات الجمهورية تضمنت تقديم الهدايا للمواطنين والأطفال، بالإضافة إلى تقديم السلع الغذائية تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين. تحيا مصر. يا ريس يا رب يديك الصحه يا رب، ربنا يخليه لنا يا رب ما نتحرم منه. كل سنه وانت طيب يا ريس، ربنا يخليك لينا يا رب. دايما معانا يا رب، دايما معانا. انت طيب، ربنا يخليه لينا ويخليه للغلابه يا رب. ربنا يخليه لنا ويطول في عمره يا رب وحنينا، ربنا يبارك له. ربنا يخليك لينا يا ريس ودايما مفرحنا يا رب. ربنا يبارك لنا فيه ويخلي ويديله طول عمره. انا حاسسنا سنة وانت طيب يا ريس، حضرتك طيب يا ريس. بمناسبة 30/6 كل سنة وانت طيب يا ريس، ربنا يخلي لنا يا رب، ربنا يخلي لنا ولا تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يخلي لمصر وكده وتحيا مصر. ابني مستقبل وطن ده اللي امن علينا عشان نهض حتى الزمن بشرف وامل لو صرت اتعامل معاه. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحبك يا رئيس. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا يا رئيس على الهديه الحلوه دي. شكرا يا رئيس. كل سنة وانت طيب يا ريس. كل سنة وشعب مصر طيب والرئيس السيسي رئيس لمصر طيب رافع راسنا. كمل طريقك واحنا معاك وفي ظهرك. كل سنة حضرة الرئيس. اللي كان اخوات خوفنا مهزنا بيراعي.
ويديك طولة العمر يعود علي الايام بخير ويخلي لينا ويسدد خطاه الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا يا رئيس. كل عام وفخامتك بخير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل عام ومصر بخير. كل سنة وانت طيب يا رئيس. بصوا الانجازات ولما جاب حق الشهيد بيضحي الحياة ومسك مشغل من حديد. نحبك يا رئيس. صح يا مصر. انت طيب يا رايس. نحبك يا رايس. الله نحبك يا رايس. اه يا رايس انا احبك جدا جدا. تحيا مصر. تحيا مصر. ربنا يعينه بس فيها. كل سنة ومصر طيبة. كل سنة والرايس طيب. اقول الرايس ربنا يوفقك. تحيا مصر. سنة ومصر طيبة. كل مصر الشعب المصري طيب. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة وانت طيب يا سيادة الرئيس بمناسبة ثورة 30 يونيو.